كان قسمنا لي زون على لي زون روج، المناطق الحمراء كالمستشفيات، مناطق التجمعات كالاسواق، والمؤسسات المستقبله لاكبر عدد من الجمهور. حملت جمع اجهزه الاكسجين بمختلف اصنافها، من الكونسنتراتور دوكسيجين لي بوتي دوكسيجين، لخلي ان الان اغلبيه المرضى يكملوا الاستشفاء تاعهم في المنزل والعتاد ناقص، وهذه حمله هامه وفي وقتها ان شاء الله. المعروف يعني هو عيد الاضحى المبارك، عندنا عدة نشاطات راحين بربي إن شاء الله نحاولوا نجسدوها على أرض الواقع، من ضمنها بعض الحملات التحسيسية بلغة تكون قريبة من المواطن، بحيث أننا نحاولوا ننظموا هذه العملية الذبح، من ضمنها أننا نعقموا بعض الأماكن وين يقدروا يذبحوا فيهم وكيخلصوا يعاودوا يهزوا لا ديشارج تاعهم بطريقة منظمة بدون يعني تجمعات. مستوى حوالي عندي عام مع الجمعية، وفي شهر ديسمبر كانوا عندي لي دو لوكو هادو، عندي لوكال هذا واللي منا، اقتراح الاب الوالد لانه الوالد تبرع مش انا، قلت له كان نطوعوا بالمقر الجمعيه، هو قال لي ربي يسهل خليهم يخدموا.